السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم في قناتي، أتمنى أن تنال أعجابكم هذه القناة. وإذا كنت لأول مرة تشاهد هذه القناة، لا تبخل علينا باللايك والإعجاب والاشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد. إذا سأقدم لكم في هذه الحصة أو في هذا الفيديو الأفكار الجزئية والفكرة العامة للنص المنطوق أو لفهم المنطوق. إذن لأم السعد لأبي العيد دودو. إذن أعطيكم الفكرة العامة، الأفكار الجزئية وكذلك القيمة التربوية. إذن نبدأ على بركة الله. إذن أولا وقبل كل شيء، ها هو السند أمامكم، النص أم السعد لأبي العيد دودو. وإليكم الآن تعريف بصاحب النص يعني أبو العيد دودو. إذن ها هو أمامكم التعريف من مولده، مؤلفاته، ماذا كتب في حياته، وكذلك كان مترجما في اللغة العربية، وكذلك يعني ترجم كتب من اللغة العربية إلى الألمانية وكتب ألمانية إلى اللغة العربية. إذن هذا هو تعريف الكاتب أبو العيد دودو الذي ولد بجيجن. الآن نبدأ بالأفكار الجزئية والفكرة العامة. إذن النص المنطوق أو لفهم المنطوق هو يتحدث عن أم سعد للكاتب أبي العيد دودو. الفكرة العامة هي وصف الكاتب لحياة أم سعد ونضالها المخلص. أما الأفكار الأساسية، الفكرة الأولى ذكر كما تريدون ذكر الكاتب أو ذكر الكاتب صفات مميزة خاصة بها أم السعد. أما الفكرة الثانية التي اخترتها لكم هي سرد الكاتب الأحداث المهمة في حياة أم السعد. الفكرة الثالثة، الكاتب يبرز مظاهر الإخلاص والتضحية عند أم السعد. إذن هذا النص غير مكتوب في الكتاب المدرسي للسنة الأولى من التعليم المتوسط، إذن غير مدرج هنا، بل هو نص منطوق. إذن أكمل فقط لكم القيمة التربوية، وهي تجسيد المرأة الجزائرية المجاهدة المخلصة والقوية في أم السعد. إذا نتمنى أن تكون هذه الأفكار قد نالت إعجابكم. إلى الملتقى، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.